كما جرت العادة ومن أكثر من 20 سنة ولليوم تحتفل الجالية اللبنانية والرعية المارونية بدولة الكويت بعيد القديس مارون. لنعرف أكثر عن المجلس الرعوي الماروني بالكويت وعن أحوال الجالية اللبنانية، معنا مباشرة عبر سكايب المهندس جوزيف أصطفين رئيس المجلس الرعوي الماروني بالكويت. أستاذ جوزيف، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. أستاذ جوزيف، بالبداية إذا ممكن نعرف من حضرتك كيف تأسس المجلس الرعوي وعن تاريخه أيضا. هلا الموارنة اجوا على الكويت يعني مثل كل اللبنانية من سنة الخمسين تقريبا، ومثل عادتهم يعني حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم ومارسوا شعائرهم الدينية بكل حرية فعلا ضمنتها الكويت يعني. ولأنهم بدهم يحافظوا على تقاليدهم يعني جربوا يعملوا مثل مجلس رعية، كان بالأول بشكل خلينا نقول عشوائي، بس سنة 96 فعليا تأسس مجلس رعية بهيكلية منظمة وصار يشتغل على تنظيم الرعية المارونية. نعم. وكان هو صلة الوصل الفعلية مع الكنيسة الأم ببكركي يعني. وهون بدي شير فعليا للجهد يلي قام فيه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ويلي قدر فعلا وصلنا انه صار عندنا مطران زائر اليوم هو المطران جوزيف نفاع عن الخليج العربي للموارنة بالخليج العربي. هيدا فعلا بدها شكر من القلب لغبطة البطريرك يعني. نعم. ونحن بنفس الوقت منشد على ايده ونحن معه بكل المواقف اللي عم بياخذها. نعم. اليوم استاذ جوزيف، شو هي اهم الاهداف يلي بيسعى لتحقيقها المجلس الرعوي على صعيد الرعيه بالكويت وعلى صعيد الجاليه اللبنانيه الموجوده؟ على صعيد الرعيه بالكويت نحن لتنظيم الرعيه ولشد خلينا نقول لشد الاواصر مع الكنيسه الام يعني. نعم. على صعيد الجاليه اللبنانيه نحن جزء من اللبنانيين يعني، نحن مثلنا مثل كل اللبنانيين الثانيين الموجودين هون، نحن منعيش كأخوة. والجالية اللبنانية هون فعليا يلي هي عمرها من الخمسينات كانت على طول خليني أقول بتساعد الشعب، بتساعد لبنان بكل المحن يلي قطع فيها. نعم. اليوم بظل الظروف الصحية اللي عم بيعاني منها العالم بسبب وباء كورونا، شو هي أبرز الصعوبات اللي عم بيواجهها أبناء الرعية والجالية اللبنانية بالكويت، وكيف عم تقدروا تساعدون كمجلس رعوي؟ هلا نحن مثل كل العالم يعني، نحن اليوم هذا الظروف الصحية هذه عم تمر على كل العالم. الفرق بالكويت إنه نحن عم نقدر مثلاً العائلات يلي عندها مشاكل عم نقدر نوصل لها ونساعدها يعني بالحد الادنى تقدر تقطع هالمرحله الصعبه يعني. نعم. هيدي احدى الاهداف الاساسيه عنا اياها هلا مبدئيا. نعم. الجاليات اللبنانيه وين ما انوجدت بالعالم هي الدعم الاساسي لاهلها بلبنان. على صعيد المجلس الرعوي، شو هي المبادرات والاعمال والنشاطات يلي اطلقتوها بالكويت لمساعده اللبنانيين الموجودين بالاراضي اللبنانيه؟ الواقع كل اللبنانيه بيعيشوا هموم لبنان لحظه بلحظه. صحيح. وهيدا بيتجلى بكل المآسي اللي عم يقطع فيها لبنان يعني. نحن اليوم منعيش الشغلات الايجابيه والسلبيه، بس للاسف بهالايام كله سلبي، ما عم يوصلنا شيء ايجابي من لبنان. هلا ردات الفعل للجاليه اللبنانيه هي بكل المحطات، هي ردات فعل الجالية اللبنانية بالكويتي راح محطات فعلا هي خلوا ردات فعل جدا إيجابية وجدا مشجعة، خاصة بعد الزلزال يلي صار بأربع آب. صحيح. كان في ردة فعل خليني أقول من الجالية اللبنانية مش طبيعي. وهون بدي نوه بردة الفعل الكويتية حقيقة، الشعب الكويتي يلي ساهم وما زال من خلال الهلال الأحمر
بمساعدة الشعب اللبناني يعني. بس ردة الفعل الجالية اللبنانية هن هبوا ليساعدوا لبنان بكل إمكانياتهم، إن كان أفراد أو جماعات، ومنهم يلي نحن مجلس الرعاية المارونية يلي فعلا حاولنا نعمل قد ما فينا بمساعدة أهلنا بترميم عدد لا بأس به من الشقق والبيوت اللي دمرت. نعم، يعطيكم العافية على كل هذه الجهود يلي سعيتوا لتحقيقها. سيد جوزيف، نحن بعد لحظات رح نكون باتصال مع السيد بول باسيل لنعرف أكثر عن برنامج عيد مارمارون لهذه السنة على بالرعية بالكويت، ولكن بالنسبة لكم شو اختلفت احتفالات السنة عن السنوات السابقة؟ هلا نحن بالنسبة لنا عيد مارمارون اللي بنحييه بالكويت هو فعلا عيد، يعني عيد لكل اللبنانيين نحن كان، وبيجمع خليني اقول كل اللبنانيه والعرب يلي هن اصدقاء لنا بالكويت. هيدا كانت مناسبه بهالشكل. هذا السنه نحن رحنا باتجاه ثاني، لانه في خلينا نقول بالنسبه لانه فيها المشاكل الكورونا، رحنا باتجاه ثاني ورح يكون احتفالات تقريبا اونلاين وبمشاركه كل الأصدقاء يلي فعلا كانوا يشاركونا. يعني رح يكون في مشاركة من كل الأصدقاء يلي كانوا سابقا يشاركونا، وهون بترك لبول يلي هو بيشرح كيف نحن رح نقوم بهالاحتفالات السنة. نعم أستاذ جوزيف، بختام لقائنا معك كلمة أخيرة. أنا بدي أوجه كلمة للمنتشرين اللبنانيين، وبدي أقول لهم إيماننا بده يبقى بلبنان قوي، ولبنان مش رح يزول. مثل ما جدودنا حفروا الصخر لعملوا منه أرض زراعية وعاشوا، نحن المنتشرين مفروض ناخد هالصبر وهالعنفوان ونساعد أهلنا بلبنان بكل الوسائل إن كانت معنوية ولا مادية، لأنه اليوم أهلنا هني بحاجة لإلنا. ما لازم نتردد. نعم، المهندس جوزيف أصطفين رئيس المجلس الرعوي الماروني بالكويت، أنا بدي أتشكر مداخلتك معنا اليوم. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا على مساعدتكم فعلا. شكرا لك. مشاهدينا، أيضا بسياق احتفالات عيد مارمارون بالكويت رح نكون أيضا ولنعرف أكثر عن البرنامج للسنة رح نكون باتصال مباشر عبر السكايب مع الأستاذ بول باسيل مسؤول لجنة العلاقات العامة بمجلس الرعية المارونية والمدير التنفيذي للموارد البشرية بالجامعة الأمريكية بالكويت. أستاذ بول، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلين، كيف الأحوال؟ الحمد لله. أستاذ بول، اليوم شو برنامج احتفالات عيد مارمارون السنة بالرعية المارونية بالكويت؟ بالبداية بس بحب أشكرك على الاستضافة وعلى الاهتمام، ونشكر الله على نعمة مجموعة نورسات، لأنه نورسات هي صوت الحقيقة والكلمة والسلام العابر للمسافات، العابر للغابات، للجبال والصحاري حتى. بفضلكم نبقى قراب من لبنان بالقلب وبالروح. شكرا لك، وهيدي اقل ما يمكن انه نحن نكون عم نعمله. شكرا لكم. بخصوص البرنامج احكي شوي عن اهداف البرنامج وبرجع افصل اذا بتسمح. اكيد. السنه البرنامج شوي انحط بطريقه انه يهدف او يطال عده وزنات حنسميهم. الوزنه الاولى يلي هي الاساسيه، الوزنه الدينيه او الواجب الديني والصلاه. البرنامج حيكون في يتخلله أكيد قداس احتفالي وسهرة إنجيلية. الهدف الثاني يلي هو الوزن الوجودية أو الهدف الوجودي والثقافي، حيكون كمان عنا ندوة ثقافية ترتكز على الجذور إذا بدنا نقول، أو ترتكز على تاريخ الموارنة. كمان بالآخر حفصل أكثر عن هيدول المواضيع. نعم. لأنه نحن بنعتقد من لا يعرف تاريخه ما ممكن أنه يقدر يصنع المستقبل. نعم. الوزن الثالثة هي إذا بدنا فينا نسميها جيوسياسية أو اجتماعية،
ترتكز على تحديات الموارنة في العالم، ومن خلالها يكون في تركيز على دور الانتشار وكيف الانتشار عم ينفذ أو لازم ينفذ نشر الإرث الماروني ورسالة لبنان الحرية والتعايش. ومنختم نحن شهرنا السنة البرنامج عاملينه أسبوعي بشكل كل أسبوع، في عنا يوم من هيدول الندوات على مدار شهر فبراير كامل. منختم هيدا الشيء بزبدة أو إكزامبل فعلي يلي هو مجلس الرعية المارونية بالكويت. يلي بيلبي الوزنات الثلاثة اللي نحكى عنهم قبل، يعني مجلس الرعية هو المثال الأوضح للترجمة لهيدول الوزنات من خلال النشاطات الدينية اللي بيعملها، من خلال الارتباط بالجذور والتواصل مع الكرسي البطريركي ومع القاعدة كمان الشعبية اللي بلبنان، وكمان يلي هي أهم من خلال التعايش المشترك اللي بيظهره المجلس بنشاطاته في رعية الكويت وعبر أهل الكويت وأهل الجالية اللبنانية في الكويت. تنوصل رسالة الموارن الأعظم يلي هي احترام الآخر وتقديس الحرية. هيدا بشكل هيك سريع حبيت أحكي عن الأهداف. نعم. اليوم حضرتك رح تكون عم بتدير الندوات اللي رح تنعقد خلال البرنامج، ممكن تعطينا ولو لمحة سريعة مضمون إذا فينا نقول كل ندوة؟ أكيد طبيعي. معلش إذا بتسمح هنبلش بالقداس الاحتفالي كمان أكيد. في شغلة مهمة ومميزة حيكون فيها، هو يلي بيكون بليلة العيد ب 8 فبراير التنين، يوم التنين. حيستهل برسالة مباشرة من غبطة البطريرك مر بشارة بطرس الراعي الكلية الطوبة، موجهة لرعية الكويت تخصيصا. بنرجع بالنهار الأربعاء 10 فبراير، أول ندوة حتكون الموارنة بين الأمس واليوم، وهون حنركز مع ضيوفنا. نحن حيكون معنا ضيفين مميزين جدا، هي الأول سيادة المطران مارون ناصر الجميل السامي الاحترام، هو راعي أبرشيات فرنسا للموارنة والزائر الرسولي على الموارنة على أوروبا كافة. والضيف الثاني الدكتور عصام خليفي، أكاديمي وباحث كمان يعني غني عن التعريف. حنركز بهذه الندوة على تحديدا تاريخ الموارنة، بداية من التاريخ الجيوبوليتيكي والسياسي والديني، وصولا إلى الموارنة ودورهم اليوم في لبنان. الندوة اللي بعدها حتكون بيوم الأربعاء 17 فبراير، حتكون عن تحديات الموارنة في العالم، وهون حنرتكز أكثر على دور موارنة الانتشار، وحيكون معنا الأستاذ شارل الحج رئيس مؤسسة المارونية للانتشار، والمهندس جوزيف أسطين كمان رئيس المجلس الماروني في الكويت. كمان حيكون إذا بدك عرض ثقافي عن أين تواجد الموارنة، شو أهميتهم بالأماكن اللي هن موجودين فيها، كيف تفاعلهم بالبلدان اللي هن فيها، وكيف عم بيقدروا يطوروا من مكان اللي هن، وقديش عم بيقدروا يثبتوا الإرث الماروني اللي عندهم والثقافة المارونية، وإذا بدنا نقول الشعور باللبناني بشكل عام. بعدها في عنا سهرة إنجيلية بعنوان الابن الضال، منكون نحن بفترة الصوم مثل ما الكل بيعرف. السهرة الإنجيلية حيكون سيادة المطران جوزيف نفاع السامي الاحترام، مثل ما قبل بشوي الرئيس ذكر هو عين كزائر بطريركي على دول الخليج العربي، وهو النائب البطريركي العام على جبة بشري. حيكون هيدا لقاء إذا بدنا نقول حول كلمة الرب، لقاء ديني يعني يتخلله عرض للكلمة وتفسير لها. وآخر شيء حنكون مع مجلس الرعية المارونية في الكويت بين الأمس واليوم، هيدا حيكون عبر ريبورتاج كمان فريقكم مشكور عم بيساهم بتحضيره وتجهيزه، ونستعرض شوي هيدا التاريخ إذا بدنا نقول، وهيدا الرسالة مع المهندس شربل الشمالي الرئيس الأسبق للمجلس الرعية المارونية، والأستاذ جهاد العلم نائب الرئيس الحالي لمجلس الرعية. وهون منركز أكثر
على رسالتنا على دور المجلس وكيف المجلس عم بيقدر يساهم لتحسين أو مساعدة الوضع الحالي إن كان بلبنان أو لأهل الجالية اللي موجودين بالكويت. نعم. إذا ممكن تشرح لنا اليوم الآلية اللي حيقدر من خلال المؤمنين يتابعوا هذه الاحتفالات، وخصوصا أنه عرفنا قبل شوي من أستاذ جوزيف أنه اليوم ما رح يكون في حضور شخصي للمؤمنين. نعم، بشكرك على هذا السؤال، وبحب هون كمان نوه على شغلي أنه برنامجنا مش بس حاولنا نميزه اليوم بتعدد التوجهات اللي عم بيكون فيه، بس كمان دخلنا بقلبه التطور التكنولوجي. نعم. ورفضنا أنه كورونا أو غير كورونا تقدر تمنع وصول كلمة الرب إلى أبناء الرعية أينما كانوا. بهالصدد المجلس إذا بدنا نقول أمن واستثمر بعدة معدات تقنية تنقدر نوصل الكلمة أونلاين، إن كان عبر صفحة يوتيوب أو فيسبوك، بكل وسائل التواصل المعروفة. وطورناها نحن كمان بالرعية لخطوة أعلى شوي، صارت التواصل مع تفاعل، يعني مش بس نحن هنحضر محاضرة مثل كأنه عم نحضر موفي عادي، ولكن بنقدر نشارك فيها كمان في آلية اشتراك وتشارك. وحيكون المنصة الرئيسية اللي عم نستعملها للعرض المباشر هي يوتيوب، وللتفاعل هي منصة زوم. نعم. اليوم بالطبع اليوم يمكن والظروف اللي مرقنا فيها من السنة الماضية لهلا يمكن غيرت طريقة تفاعلنا مع جميع الأحداث اللي ممكن تصير. كقيمين على احتفالات عيد مرمرون بالكويت اليوم، شو شعوركم أنه المؤمنين ما رح يقدروا يكونوا موجودين فعلا داخل الكنائس أو الصلاة، ولكن رح يكونوا عم يشاركوكم من خلال أجهزتهم؟ الحقيقة يعني نحن مثل ما بيقولوا شعب مرق عليه كتير. صحيح. كورونا مش أول شغلة مرقت علينا، وما رح نخلي كورونا تغير لنا لا عاداتنا ولا معتقداتنا ولا التقاليد اللي نحن بنعملها. بيظل هيدي الذهنية إذا بدك توجهنا أنه نوصل لكل بيت بأي ثمن بأي شكل من الأشكال. أكيد أنه اليوم عدم وجود المؤمنين في الكنيسة أو المؤمنين حضوريا في الندوات شيء غير مألوف، وشيء يمكن ما يكون متعودين عليه أو منحبه، ولكن نحن كمان من دورنا المسيحي والماروني لازم نشوف على طول الأمل، والأمل واضح بهيدي التجربة اللي عم نمرق فيها. يمكن نطلع على الكباية المليانة أو القسم المليان من الكباية اليوم بسبب وجود العيل بالبيت، رجعت اجتمعت العيل. رجع صار في هيدا إذا بدك الباوندينج بين الأهل والأولاد، صاروا كلهم عم بيشاركوا معنا عبر الشاشة الصغيرة. صحيح المسافة بعدتنا لقلنا، ولكن قربت الأهل على أولادهم أكثر بكتير. واليوم الكنيسة ليست سوى مجموعة أهالي أو عائلات صغيرة. أنا بشوف هيدا الشيء كان بوزيتيف من هيدا المنحة. نعم. أستاذ بول، بختام لقائنا مع حضرتك، شو الرسالة اللي بتحب توجهها؟ أنا بقول لكل شخص ماروني ولبناني تحديداً، كن مارونياً أينما كنت. بكفي أنه نحن نكون مارونيين أينما حيثما نكون، لنكون عم نقدر ننشر رسالة صحيحة، رسالة تعايش، رسالة سلام، ويكون الحرية أينما كنا. نعم. بول باسيل، مسؤول لجنة العلاقات العامة بمجلس الرعاية المارونية والمدير التنفيذي للموارد البشرية بالجامعة الأمريكية بالكويت، أنا بدي أتشكر مداخلتك معنا اليوم، ويعطيكم العافية على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها. شكرا كثير، ويعطيكم ألف عافية، نهاركم مبارك. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا، نحن بنكون وصلنا لختام حلقتنا، بدي أودعكم على أمل اللقاء فيكم بحلقة مقبلة.